السلام عليكم. القناة لازالت في البداية ديالها، كنتظروا منكم الدعم بالاشتراك وبتفعيل الجرس باش توصل القصص الجديدة واللايك. شكرا لكم. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا في خير وفي أفضل الأحوال. أنا سميتي جليلة، عشت في عائلة محافظة، عائلة تقليدية، ما بين خوتي خواتاتي الوالد الوالدة، علمونا الآداب، علمونا الأصول، علمونا الاحترام ديال الصغير ديال الكبير، وعشنا في واحد الجو اللي زوين ونقي بزاف. وانا هي واحد الانسانه اللي مؤدبه بزاف، انسانه اللي كنحترم الانسان اللي قدامي، كنعطيه الفرصه ديالو في الهضره، كنصنت ليه، كنحترم اللي كبر مني، كنسمع ليه الهضره ديالو، ما عنديش مع الصداع، ما عنديش مع المشاكل من الصغر ديالي وانا هكاك. والعقل ديالي كبير، ديما العقل ديالي كيوزن بلاد كيف ما كيقولوا المصريين. قريت حتى خديت غير البكالوريا، ماكس كنقرا اللي قرايه اللي هي متوسطه وصافي الحمد لله. حتى خديت الباك ومن بعد جلست في دارنا، لان الوالد ديالي شويه محافظ، انسان اللي هو تقليدي، وعامل اللي خلاني قريت حتى الباك بالنسبه ليا راه شي حاجه اللي هي مزيانه بزاف. من بعد ديك الساعه في داك العام اللي خلصت فيه انا الباك، كانوا زوج خواتاتي بزوج في عام واحد، خواتاتي اللي كبر مني. ايوا في هذاك العرس نيت كانت شافتني واحد السيده اللي ساكنه قريب علينا. هذيك السيده هي اللي غتخطبني لولدها، اللي هو اللي غادي نتزوج به. شافتني عجبتها، شافتني كيفاش كنت جالسه مثبته. كان العرس مختلط، كانوا فيه النساء والرجال، وانا ما كنبقيت جالسة ما نتشطح، حيت كان ممنوع عليا نتشطح. كان خويا الكبير كاين، انا كنحشم منهم، مقدرتش نتحرك، كانوا خواتاتي ورجالهم وحشمت منهم. بقيت جالسة، هي ردت ليا البال. المهم بقيت حاضية يعني طيلة هذاك العرس. من بعد غادي تهضر مع الوالدة ديالي على اساس يخطبوني لولدها. في الاول ما قالوش لينا بلا ولدها كان فايت ليه مجوج، عاد عرفتها من بعد كان فايت ليه مجواج ومطلق، ما تفاهمش مع مراتو. هذه اللي هضره اللي سمعناها اللي فهمناها، ما تفاهموش تفارقوا. ولدها عايش في الخارج ماشي في المغرب، وبالنسبه لي انا كان واحد الفرصه زوينه، فرصه ذهبيه اني نتزوج براجل اللي عايش في الخارج. ملي عرفنا عايش في الخارج خواتاتي شجعوني، حتى الوالده ديالي قالت لي مزيان خواتاتك كاع تزوجوا في المغرب، ايوا بعدا على الاقل وحده في بناتي تمشي لبرا، تجيب لنا الروايح، تجيب لنا التواب وتبرع راسها وتبرعنا حتى انا معاها بالكادويات. قالت مسكينه غير بالضحك، كانت كضحك. ايوا ملي شفت العريس عجبني، باقي شاب ما كبيرش بزاف، عنده 34 عام، الهيئه ديالو زوينه، طويل، ملامحو زوينين، مقدمين سمايمر شويه. امو بغاتني الصراحه، عجبتها، بغاتني، لصقات عليا. وكنا تسنيناه لواحد الشهر على ما جا، هي هذيك عاد فاش كنا شفناه وافق عليه با، وافقوا عليه خوتي، بقى لي انا غير موافقه، ما كانش عندي البديل. واخا عرفناه راه كان فايت ليه مزوج وتفارق مع مراته، صافي قلنا ما فيها باس. تخطبنا، بديت كنخرج انا وياه هكا مره مره، كتخرج معايا اختي الصغيره، بديت كنتعرف عليه بشويه بشويه. كنخرجوا نتغدى ولا كنخرجوا نشريو شي حوايج اللي خاصنا للعرس، وبديت كنتعلق بيه انا. با كان حبسنا، كان مزيرنا لدرجه ان المدرسه ما كنا كنمشيو لها حتى اما كيديني خويا اولا با. كان ممنوع عندنا حنا نهائيا ان البنت تخرج بلا 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 حساب، ولا تخرج بلا ما يكون عندها شي حاجه اللي غديها، خصوصا اننا عايشين في مدينه اللي هي صغيره اللي كنعرفوا فيها بعضياتنا. الناس كلهم تقريبا معدودين على رؤوس الاصابع، كل شيء معروف. وكان السمعه ديالنا وديال العائله وديال الوالد شي حاجه اللي هي مهمه بزاف، ودائما كيذكرنا بها وكيفكرنا بها. كنخاف مجرد تفكير اني غنهضر مع شي واحد من الاولاد اللي كيقراو معايا، كتشدني القفقافه، كنخاف، ما كنتش كنهضر نهائيا مع الدراري. حتى المراهقه ديالي زيرت راسي فيها لاني كنت كنخاف من با. ايوا عليها عمري ما كان عندي شي علاقات، كنت كنتخيل كنعيش هذاك الحب في الاحلام ديالي. حتى الحب ديالي عشت بطريقه اللي هي مختلفه، كانوا كيعجبوني الممثلين المغنيين،
كل شهر ولا شهرين كان تكون عندي شي قصة حب، كنكون مزعوطة في شي ممثل أولا مغني ولا شي شخصية اللي هي مشهورة، من بعد عاوتاني كيتبدل هداك الحب كيمشي لشي شخصية اللي هي واحدة أخرى. وبزاف ديال البنات اللي كيعيشوا بحالي كيوقع عليهم بحالي هكا، اللي كيكون ممنوع عليهم يتعرفوا على الشباب. هداك الحب اللي كنت خازناه في قلبي كله أعطيته لخطيبي، تعلقت بيه بزاف، كاع الاهتمام ديالي كاع ديك الرغبات اللي في الداخل ديالي اللي شحال من عام وهي مخزونه كلها توجهات لهذاك الانسان. هو كان في الاول كيبان لي بحال منفخ شويه، كنقول لي ما كنحس باقي ما مولفش عليا، حتى انا ما مولفش عليا باقي داك الحياه وداك الحشمه بيناتنا. كنقول راه ان شاء الله غنتزوجوا ونكونوا في دار وحده كلشي غادي يتبدل. داز العرس زوين كالعاده، العرسات ديال المغاربه تقريبا راه كلهم كيدوزو زوينين، كيف ما كان الحال كيكون فيهم الفرح النشاط الضحك الماكله كلشي كيتجمع فيهم. ومن بعد مشيت لداري، العريس تبارك الله شاري دار كبيره مفرشه مقاده مجهزه، واحد الدار اللي هي روعه اللي هي تحفه اللي زوينه، انتقلت ليها باش غادي نعيش فيها انا وياه. جلسنا فيها دوزنا فيها واحد السيمانه، فديك السيمانه عاد بديت كنتعرف عليه وكيتعرف عليا بطريقه اللي هي مقربه اكثر. مهم كان طريف كيتعامل مزيان، واحد المحنه فيه اللي هي في شكل كنخرجوا، وديك ساعات بديت كنعرف شنو هو الخروج. انا كنت محبوسه كنت مزيره في دارنا، بديت كنخرج مع راجلي عاد وليت كنلبس اللي بغيت، حتى تزوج بيه عاد قدرت نصبغ شعري، كان العشق ديالي وداك الشهوة ديالي اني ندير العماش لشعري، وعمري ما قدرت نديرهم حيت با ما يسمحش لي نهائيا اني نصبغ شعري ولا نمشي للصالون مثلا ديال الحلاقه ولا التجميل، ممنوع داكشي عندنا من المحرمات في الدار. وحتى تزوجت قلتها لراجلي قال لي ايه سيري مزيان ما فيها باس، راه مزيان المراه تبدل من راسها مره وتغير في الشكل ديالها. صافي مشيت فرحانه، مشيت درت العماش اللي جا عشاقة في شعري، جاني زوين بزاف وفرحت براسي وبديت فرحانه، كنحس براسي راه اخيرا غنعيش ديك الحياه اللي كنت كنتمناها اللي ما كنتش عايشاها في دارنا، كاع داكشي اللي محرومه منه غنعيشو مع راجلي. وبديت كنبغيه، بديت كنبغيه لانه كان كيلبي ليا دوك الطلبات ديالي ودوك الرغبات. وليت كنلبس اللي كنت مش هي، كندير داكشي اللي مش هي، كنخدم الموسيقى في الدار اللي كانت ممنوعه اني نخدمها في الدار، كان عندنا الموسيقى حرام ممنوعة تخدم، وانا كان كيعجبني كتجيني الموسيقى راه شي حاجه ديال الاحساس اللي مرهف. كيعجبني الاغاني الشرقيه اللي شويه ثقيله كيعجبني نتصنت ليها، وليت كنخدمها وكنستمتع بها. المهم بديت كنعيش ديك الحياه اللي هي مبدله، كنستمتع بحياتي وكنحاول ان راجلي حتى هو يسيرني في هذاك الشيء ويستمتع معي. ايوا بديت كنعرف ديك الساعه شي حوايج اللي كسر عليه، بدا كيهضر لي على الماضي ديالو، عرفت على مراته الاولى كان بينه وبينه واحد العلاقه لمده 4 سنين، هو مصاحب معاه 4 سنين ديال الصحبه، كان كيبغيها بزاف كما قال كنت كنحمق عليها. ملي قال لي حسيت بحال جاتني شي نغزه في القلب ديالي وصرتها وبديت كنتبسم باش ما نبينش، غرت منها وهي راه صافي طلقها. حسيت بالغيره جاتني من الطريقه كيفاش كيهضر عليها، كيهضر عليها بواحد الطريقه في شكل ملي هضر عليها واحد اللمعه بانت لي في عيني. المهم قال كان كيبغيها كيحمق عليها 4 سنين هو معاها، ما خلى ما دار باش يتزوج بها، ما كانوش قبلوا بيه في الاول حتى مشى للخارج ودار الوراق ورجع عاد قبلوا بيه وعاد تزوج بها. يوم من بعد ملي تزوجوا داها معاه للخارج، ولكن ملي مشات ديك السيده اللي 4 سنين هو كيعرفها هو كيبغيها بيناتهم واحد العلاقه اللي زوينه تقلبات عليه تبدلات، عرفها راه صافي كانت ولات كتخرج مع شي واحد اخر، تعرفت عليه شي واحد اللي سوري عرفاته تماك، مع هو كان كيمشي ويجي بزاف كيبيع ويشري، كيجيب السلعه من تما من الخارج كيجيبها للمغرب كيبيعها، ما كيجي فين يرجع حتى كتكون دازت واحد المده 15 يوم او اكثر. فهذيك المده هي اللي كيكون فيها هو هنا في المغرب، بس كدير علاقات وتعرفت على واحد الشاب اللي هو سوري. من بعد ساق الخبر قالوها ليه صحابه بلا مراته كتخرج مع واحد الشاب،
وديك الساعة نعضو بيناتو بالمشاكل الصداع في الأخر قالت لي صافي أنا مبقيتش باغاك طلقني. ونعضو بيناتو بالصداع والمشاكل والخلاصة من هادشي كامل أنه في الأخر تفارق معاه، ولكن بقى شاد في قلبه من قلبه عليها شاد دم زي شي حاجة اللي بقات بحال شمتها بحال ما سمحش ليها. تألمت لي صعيبة أن بحال هكا يوقع لك، يعني شي حاجة اللي هي قاصحة كيفاش إنسان 4 سنين وانت معاه وكتسنى إمتى غتجمع التاوية وكتسنى ومعرفتش شنو درتي باش تجمع التاوية، وفي الأخر هكا يعيط عليك هكا في ظهرك مجرد أنه كيجي كيمشي كيقلب على طرفة الخبز باش يعيشها باش يتهلا فيها، يمشي يلقاها ولا مع واحد آخر. إيوا العجب هذا في الدنيا، أنا بعدا ما نقدرش نديرها، يكون شي إنسان كيبغيني بحال هكاك راه نهزو فوق راسي ونجري بيه. بقيت كنتعلق بيه كثر، ما حدي وانا كنتعلق بيه كثر. كدوز الايام، حملت، فرحت بالحمله ديالي بزاف، فرحت كنحس بحال داك العلاقه ديالي زوينه براجلي كتوج شي حاجه اللي هي زوينه وقعت ليا. كلشي فرح معايا بالحمله ديالي، كنتوحم فرحانه وكنتشهى وفرحانه واللي بغيتها كيجيبوها ليا، وانا كنتفشش وكندلل. مهم عشت واحد الايام اللي هي زوينه، واخا الحماله والتعب ديال الحماله والتعب ديال الثقل وكل شيء وداك الوحام والترجع كل شيء داك الشيء ما كيهمش، حيت نهار ولدت نسيت هذاك الشيء كامل. ملي شفت بنتي خرجات للدنيا صافي كل شيء داك الشيء تبعها كل شيء تنسى. ملي شديتها في يدي حسيت بحال ملكت الدنيا، حسيت واحد الحب واحد اخر في شكل اخر من غير هذاك الحب اللي كان بغي لراجلي، هذا حب في شكل اخر. هذاك الامومه وداك الحب ديال ديك البنيه اللي في يدي حب اللي مبدل مختلف واللي زوين بزاف، واحد الاحساس اللي في شكل اللي قد ما هو زوين قد ما هو كيخلع. كتحسي براسك راه وليتي مسؤوله على واحد الروح واحد الشخص اللي هو بين يديك واللي كان عايش في الاحشاء ديالك. احساس غريب بزاف الاول مره كنحسو، وحاولت اني نستمتع به في ديك اللحظه. وسبحان الله غير شديت بنتي في يدي ومع داك التعب ديال الولاده والتكرفيس وداني النعاس وهي في يدي، حتى فقت من بعد لقيتهم حيدوها ليا. المهم بقيت هكاك فرحانه حتى دوك الالم ديال الولاده كلهم نسيتهم حيت فرحت بزاف بالولاده ديال بنتي. من بعد مشيت لداري، جاو عندي الناس، جاو عندي العائله، حماتي، ماما، كل شيء فرحوا معانا حتى دوزنا الاسبوع ديال البنيته. وبقيت عايشه انا وراجلي وبنتي والعائله، مره كيجيو كيعمروا علينا الدار. كدوز الاعوام حتى دازت تقريبا واحد العامين، بنتي ولات عندها 2 و4 شهور وانا عايشه عيشه اللي زوينه اللي مرتاحه. ايوا حتى شحال مره ولا راجلي كيبغي يعيط ليا بسميتي جليله كيعيط امل. امل هي سميت مراتو الاولى، ملي كيقولها هي كنتقرص عاد كيعقب راسو كيبدا كيتلف في الهضره ولا بزاف مؤخرا دائما امل امل امل. حتى قلت ليش هادشي هادشي عندك ولا بزاف مالك عاد تفكرتيها؟ وواحد النهار ملي جبت معاه صداع ويقول لي على مالي انا نسيتها باش نفكرها، عمري ما نسيتها وعمري ما ننساها. قافي عليها الحال بزاف هاد المدة كاملة، عمري ما ردت ليه البال لهاد القضية هادي، وكيعترف بها وكيقولها عمري ما نسيتها عمري ما نسيتها. انا في الاول كنت كنصحاب زعما راه غير الشمسة اللي بقات فيه، ولكن اكتشفت مؤخرا بلا راه باقي كيبغيها وبلا انا ما كيبغينيش. داك الحب اللي انا كنتسناه منه ماشي هو هذاك اللي كيحسو جهتي، الحب ديالو بقى لهاديك السيدة اللي كان كيعرفها، وخا غدراتو وخا خانتو وخا فرطت فيه كل شيء ولكن بقي كيبغيها. كدوز الايام كنلقى راجلي بدا كيتبدل ولا كيدير العلاقات بزاف مع البنات، كل مره كنلقى دليل على دوك العلاقات ديالو. واجهتو شحال من مره والو مبغاش يرجع للطريق، كنواجهو كنتخاصم انا وياه، كنسكت كنمرض في حالتي وكنمرض بالاعصاب. ما بقيتش عرفت شنو غادي ندير معاه، ما بقيتش عرفت مالو. عشت معاه مزيان السنين الاولى، كيفاش تبدل هاد السنين هاد الشهور الاخرين ما بقيت فيه فهمت فيه حتى شي حاجه. هو راه كيجلس معايا واحد المده ومن بعد كيمشي كيرجع لاوروبا.
مصافق معايا من الاول بالله ما غاديش يديني، وانا فاهمه انا وياه لاني اصلا عايشه بخير، ما كاينلاش انا عمري ملي قال لي هذه الفكره ديال اني غنبقى عايشه في المغرب ما فتحت مع هذاك الموضوع. صافي تفهمت انا وياه، كيمشي كيجي كيمشي كيجي، ولا ملي كيمشي ما كنبقى نعرف عليه حتى شي حاجه، لدرجه بنته ما كيبقاش يسول فيها بحال صافي كيقطع هذيك العلاقه اللي بينه وبينه. حتى كيقرب يجي عاد كيشعل الواتساب ديالو كان كيهضر معايا، كنحيا نعيط ما كنخليه نعيط ليه، كنلقى النمره ديالو طافيه، حيت كنهضر معاه في هذه النقطه كنقول ليه راه كنتخلع، واش كتخليني مبرسطة؟ راه بنتك كتبغي تشوفك كتبغي تهضر معاك، لان واخا ما كيكونش كنديروا ابل فيديو كتشوفه كتفرح محتاجه حتى هي مسكينه، ولكن معاها ملي كنهضر وليت كنحس براسي بحال كنكب المفر رمله. وصلت معاه لواحد الطريق اللي هي مسدوده، السيد تبدل بزاف قصح بزاف، ولا كيفكر ديك العلاقه ديالو الاولى بزاف، ديك السيده ما كيحيناش من بالو. لقيت عنده في البورطاب من غير لي ميساج اللي كنلقى ديال البنات تصاور اللي ديالو معاها اللي باقي محتفظ بهم، كيجبدهم كيبقى كيشوف فيهم كيتنهد وكيتحسر. ما عرفتش هاد السيده هادي اشنو دايره ليه، بالرغم داكشي كامل اللي دارته فيه باقي كيفكر فيها. شحال عندها ديال الزهر هاد الانسانه، هاو عندها الزهر بزاف، يعني هادشي ماشي طبيعي، بحال هادشي عنده مرضي هذا مرض هذا فيه. ما بقيتش عارف شنو غادي ندير معاه، انا ماديا مهلي فيا مهلي في بنته، ولكن التعامل ديالو خسر معايا مؤخرا وبزاف. انا بالنسبه لي هو الانسان الوحيد اللي في حياتي، اول انسان في حياتي، وما كنتخيلش راسي غنكون مع شي واحد اللي واحد اخر من غيره هو نهائيا. هاد المشاكل ديالي ما نقدرش نهزهم ونديهم لدارنا، ما نقدرش نعرف شنو غادي يوقع الا قلتهم ليهم، غي ياخذوا موقف ولا با صعيب يتقبلش هاد الهضره. حيرة عايشة راسي في هاد المشاكل، خايفة على بنتي، خايفة من المستقبل لا تدور به شي وحدة تديه بشي طريقة من الطرق. مبقيتش عارفة شنو غادي ندير انا وياه، حيرة. كنسمع القصص ديال الناس كيحكيهم وكنشوف الناس كينصحوهم عليها، حكيت لكم حتى انا القصة ديالي، بغيت نسمع النصائح ديال السيدات ديال البنات، الناس اللي مروا بتجارب بحال هكا، اللي فايت ليهم تزوج برجال اللي كانوا فايت مزوجين، اولا رجالهم اللي كيخونوهم، اولا رجالهم اللي كيتبدلوا عليهم من بعد الزواج، اولا الولاده. محتاجه النصائح ديالكم، وشكرا لكم بزاف.